تحت شعار قائد العمل الإنساني وكويت الإنسانية، تنطلق فعاليات مهرجان هلا فبراير في دورته 16 يوم 8 يناير المقبل. وقال المنسق العام للمهرجان وليد الجاسم في مؤتمر صحفي إن اختيار هذا الشعار للمهرجان هو الأنسب بمناسبة حصول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على هذا اللقب من منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن كرنفال المهرجان سينطلق في 16 يناير. وأوضح الجاسم أن المكان المختار لإقامة كرنفال هذا العام سيكون تحت أبراج الكويت في شارع الخليج العربي. في الحقيقة هذه السنة مثل كل سنة نحاول كمهرجان هلا فبراير أن نختار اسم وسلوغن ننطلق فيه. السنة هذه ما في أحلى من هذا الاسم، من قائد العمل الإنساني وكويت الإنسانية، هذا المسمى وهذا اللقب اللي يطلق على صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، هو سام وصدر على كل الكويتيين وكل العرب. في إعلان راح ينزل يوم الأحد، هذا الإعلان عبارة عن دعوة كل الشباب الكويتيين اللي أصحاب المواهب والأنشطة، حياكم الله مجانا، نعطيكم المساحة اللي تبون فيها، عرضوا اللي تبونه، أي شخص عنده موهبة في الأرض هذه الطيبة حياك الله. الإعلان راح يكون موجود في الصحف إن شاء الله غدا، أرقام تليفونات عندنا وإيميلات نستقبلهم، وبعدين في عندنا لجنة خاصة لهم لتبني هذه المواهب على الأرض في كرنفال هلا فبراير. وخطة شاملة حق المهرجان باحتفالاته الثقافية والرياضية، وكذلك الافتتاح والشعرية والغنائية، فشاملة الخطة كل شيء. الخطة شاملة بالدور الأمني حق وزارة الداخلية، وكذلك الدور المروري والدور الوقائي. نتشرف كشركة زين بأن تكون هي الراعي الرئيسي لمهرجان هلا فبراير، ومثل ما تفضل أخي وليد احنا مو هذه السنة الأولى، لكن منذ انطلاقة هذا المهرجان حرصت شركة زين هي تكون متواجدة في هذه الاحتفالية اللي هي عزيزة على قلوبنا، خاصة أنها تتزامن مع شهر فبراير، ونعتبر احنا كشركة زين نحن نحرص ان احنا نكون متواجدين في هذه الاحتفاليات الوطنية، ومن ضمن مسؤولياتنا الاجتماعية هي الجانب الوطني وان احنا نكون متواجدين في هذه الفعاليات.